مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بالمطبخ اللبناني. اليوم حنعمل نحن وياكم كيف بنعمل الغمة. انا وصيت عليها من عند اللحام، جرم لي اياه الراس وقطعه، جبته في شي بعظمه مع مع نخاعه، شي جبت الحنك من تحت، هيدا لحمة على الحل منشان يبقوا يساعوا معنا بالطناجر. هيدا الشكل، هيدا الحنك التحتاني. وهلا نفرجيكم كيف طريقة تنظيف الفوارغ. هلا عندي فارغ انا مثل ما شفتوا، جبته من عند اللحام كمان مش منظف، وبهيدا الشكل بنبلش بالسكينة. هيدي اسهل طريقة منشان ننظف فيها الفارغ. نمسك من هون، من هيدا طريق الميلي، ونبلش ننظف بهالشكل. هلا نحن بس ينضف معنا بنقلبه للفارغ ومنغسله من جوا، بننقعه بالمي وملح وشوية خل أبيض مشان يتعقم وينضف معنا. هلا أنا قبل نظفت هيدا، ليكو كيف صار معي. وهلا لخلص هيدا الفارغ التاني بنفرجيكم الطريقة كيف. وهيدا الكروش نظفتن مثل ما شفتو، مثل التلج صارو، نقعتن بشوية صابون وشوية خل، برجع بفوحهم بالخل وبرجع بغسلهم بمي نظيفة على الحل. وانا عندي هون المقادم من الا هو، هلأ بدي شعوطن على النار. وهون بين الصبيع الخروف في بيقولولو كيس بيت الشعر، هيدا بنقصه من هون ومن هون وبنشيله، بيطلع كيس مثل ما هو مليان شعر منشان ما نبقى ناكلها وتضرنا، لازم نشيلها ضروري. وهلا هيدي الحشوة عنا، وست الحجة اجت تعمل لنا غمة، والستات الكبار بالعمر بحبوا يعملوا لنا غمة، وكل سنة ناكلها ونتجمع كلنا. حطينا 3 كيلو رز مصري ونص كيلو بسمتي وحمص كيلو ولحمة كيلو مفرومة وبصل 2 كيلو مفرومة، وحطينا لهم كمون وبهار وقرفة ناعمة وخلطناهم مع بعضهم وملح، الملح مثل ما بتحبوا حسب الذوق. وهلا حشوة هلا صار جاهزة لنحشي فيها الكروش. وهلا نبلش نحشي الكروش. هون قطبتهم مشان نقدر نحشيهم، وبتخلي الخيط مشان ترجع تسكرها فيها وتقطبها. وهلا بس نخلصها ونفرجيكم اياها كيف صارت. هيك هلا سكرناها، بنرجع بنقطبها من بوزة. تفضلي، كل العائلة بتجتمع عليها. هيدي مشهورة بالشتي لأنها كتير بتغذي وكتير طيبة، ومش من مكان يعني، بقى صاروا يعملوها بالمطاعم، بس مش مثل الواحد ما بيعملها بالبيت وبنظفها بالبيت. بيذبحوا عنا بالضيعة، بنوص عليها توصاية، بنبلش نوص عليها من أول الشهر لحتى ننظفها، بننظفها على مراحل، ما فيناش ننظفها بفرد النهار. بنرجع بنعزم العائلة كلها اللي بيكون مسافر وجاي من السفر، بننطره ليجي، واللي بيكون على مقال بعيد كمان بنبعت وراه مشان يحضر، لأن أكل كتير طيبة.
هلا مثل ما شفتوا انا حطيت الروس والمقادم قبل ما نحط الكروش، ليك الزومه مثل التلج نظيفه بتشهي. واذا بتحبوا تاكلوا معنا، ونحن بنحط لها اوداكس لتنضف وتروح منها الروايح والاشياء الزنخه منها، بننظفها كتير كتير منيح، ومن كمان بالزاد بنفوحها كتير كتير منيح وبنصفيها لنقدر نشتغل فيها. هلا بنشيل بعد شوي لتطلع الزفره بنشيلها وبنحط المطيبات، الورق الغار الهال القرفه عودان وبصل كويس، كل شيء بنحط مشان الزفره ما تطلع زنخه. من بعد ما نحشيهم كل خطوة لازم نغسلهم ونحطهم فوق اللي حاطينهم على النار، الروس والمقادم مشان يطلع زومهم نظيف. ايه هلا وصلنا للفارغ، هو اطيب شي بالغمي واكتر شي بياخد شغل معنا ودقيق شغله كتير، وهذا بينتظروا كله مشان ياكلوا منه، اكتر شي بياخد حشي وبياخد وقت وطيب، يعني كل اللحمة والموية بتطلع فيه، لأن هذا بدنا نزركه مشان يفوت فيه، مش من مكانه بيعرف يحشي. المعلمية حشوه، نحن بنقلبه وبيرجع بنعمله بنحط له ملح وبنفركه بالملح والحامض وبنرجع بنحطه ملح وبالغمة. ايه وريتوا ألف صحة. ايه وهلا بلش نحن هون شعلنا النار وبلشت تغلي، بعد ما بتغلي احنا بنشيلها زفرتها على الآخر. من بعد ما نشيل الزفرة بنحط البصل كويس، شوفي هلا بنحط هالكويس البصل فيها، نرجع بنحط لها ورق الغار. وين جبتي ورق الغار ماما؟ ايه. وبعدين كبش القرنفل، وبنحط لها الكمون، كمون كتير بيعطي الغار. ايه هيدا ورق الغار. حطي لك الطنجرة شي 4 ورق بس، يعني الطنجرة كبيرة. حطينا حطيت بصل هون، ورق عود القرفة عودين، هذا كبش قرنفل. هيجي خلص متكتر الطنجرة العادية، بحطوا لها كبشين حب هيل حب هيل. ايوه بعتقد الكمون اهم شيء، الكمون اهم شيء في الكمون، هي اللي بتعطيها نكهه طيبه بتعطيها ريحه طيبه. لما مثل ما شفتوا استويت، اخذت معنا ساعتين ونص على النار. هلا بنشوفكم بالسكب. بسم الله الرحمن الرحيم.